أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نتابع في هذه المحطة حول استراتيجية فلسطين للبيانات. هذه المنصة أو هذه البيانات اللي بالتأكيد ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء في كافة المجالات. سنتحدث عن محاور هذه الاستراتيجية وأيضا أهمية استغلال هذه البيانات في رصد ومتابعة كل ما يخرج عن المؤسسات. نرحب بضيفنا الأستاذ محمد العمري، مدير عام التخطيط والتطوير في الجهاز المركزي للإحصاء. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية خلينا نتحدث عن أهمية هذه الاستراتيجية. طبعا تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في بداية هذا العام. ما هي المحاور الرئيسية التي تشملها؟ التخطيط الاستراتيجي مهم جدا في كافة المجالات، وتحديدا في مجال استخدام البيانات في رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات. هذه الاستراتيجية استكمالاً للاستراتيجيات السابقة التي تركز على زيادة الوعي بأهمية الإحصاءات والرقم في اتخاذ القرار ورسم السياسات، وكذلك التدخلات اللازمة لتعديل وتحديث البرامج. هذه الاستراتيجية تبني على ما سبق من استراتيجيات سابقة وعلى استغلال التكنولوجيا وموضوع الرقمنة في عملية سهولة الوصول إلى البيانات وسهولة استخدامها وتبادلها بين مختلف الشركاء، بما يعزز رصد الواقع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان مواكبة الإنجاز على أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك رصد مؤشرات متابعة خطط التنمية القطاعية في فلسطين. نعم، هذا بالتأكيد المؤشر الجيد فيما يتعلق بأيضا التوجه نحو فلسطين رقمية فعليا، فهذا يخدم هذا التوجه، هذا من جانب. لكن ما الجديد في هذا العام خاصة بعد مصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الجديدة للعام 22 للعام 26؟ نعم، كما تعلمون هناك توجه عالمي في مجال الإحصاءات والبيانات في التحول في بيئة العمل الإحصائي وزيادة استخدام التكنولوجيا. ونلاحظ جميعا خلال انتشار جائحة كورونا في الفترة السابقة ومدى تأثيرها على كافة قطاعات الحياة في كل دول العالم وفلسطين جزء منها، فكان تحدي وتهديد. فهذه الاستراتيجية حولت التهديد إلى فرصة باستخدام التكنولوجيا، باستمرار مواكبة العمل واستمرار جمع البيانات ونقلها بأسرع وقت ممكن للمستخدمين للاستفادة منها. فالتكنولوجيا سهلت ويسرت استمرارية العمل في كافة القطاعات بما فيها العمل الإحصائي وجمع البيانات. فتم استخدام التكنولوجيا كفرصة، وهذه الاستراتيجية تبني وتركز عليها لاستمرار تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال جمع البيانات وتخزينها ونقلها لكافة المستخدمين بأسرع وأسهل الطرق وضمان استخدامها. وكانت أبرز مثال على الواقع وأهمية استخدام التكنولوجيا خلال جائحة كورونا، لم يتوقف العمل الإحصائي في فلسطين، وتم التحول للاستخدام الرقمي في جمع البيانات عن بعد، وكذلك تنظيم اللقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء عن بعد. نعم. إذن هنا تبرز أهمية التكنولوجيا، وهذا ما تركز عليه الاستراتيجية. نعم، طيب سيد محمد، يعني عندما نتحدث عن أهمية الوعي بهذه البيانات وهذه الإحصاءات، وكما ذكرت هناك توجه عالمي نحو الاهتمام بالأرقام لأنها تعطينا مؤشرات، هذا الاستثمار بهذه الإحصاءات، هذا الاستثمار بهذه الأرقام التي تخرج من مركز مهم وكما ذكرت يعني باستخدام تكنولوجيات حديثة ورقمنة حديثة، أعطينا يعني مؤشر أو خلينا نقول أعطينا مثال على أهمية ترجمة هذه الأرقام والإحصاءات لبناء ورسم مخططات واستراتيجيات مستقبلية. نعم، بالتأكيد الرقم مهم في كافة مجالات الحياة سواء للمواطن أو لصانع السياسات. عندما يريد المخطط أن يبدأ مشروعا تنمويا جديدا سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الصناعة أو الاقتصاد، ينظر إلى واقع هذا القطاع وطبيعة المؤشرات لهذا القطاع. إذا مدى الأهمية والوعي بأهمية الرقم واستخدامه يعزز نجاح البرامج والتدخلات في إنجاز
ما يحتاجه المواطن وما يرغب بتحقيقه المخطط وصانع السياسات للتطور والتنمية والنهضة في فلسطين. نعم، يعني هذا من جانب. أيضا من جانب آخر، إن ما كنا نتحدث عن رسم السياسات المتعلقة بالمؤسسات الرسمية، رسم الاستراتيجيات المتعلقة كمان بالطلبة على المستوى الأكاديمي، على المستوى استثمار الخريجين، توجهاتهم، كل ذلك. يعني خلينا نحكي عن أهمية التشبيك مع القطاعات المختلفة من أجل هذا البناء. نعم، هذا صحيح. هذه أولا استراتيجية لفلسطين وللنظام الإحصائي وللجهاز المركزي للإحصائي الفلسطيني. الجهاز المركزي للإحصائي الفلسطيني يقود وينسق العملية، لكن هي للنظام الإحصائي وشركائنا في النظام الإحصائي، المؤسسات، كافة المؤسسات والوزارات الحكومية وكذلك الأهلية، وأيضا تركز على كافة المستخدمين والمنتجين من غير الشركاء في النظام الإحصائي. إذن هي عامة وشاملة لكافة القطاعات، وتركز أيضا هذه الاستراتيجية على مدى زيادة التشبيك وتفعيل الشركات مع مختلف المستخدمين والشركاء، بما يضمن مراقبة الخطط ورصد المؤشرات وتقييم مدى النجاح وإنجاز هذا. بالتالي أستاذ محمد، يعني هو سينعكس على واضعي السياسات، بالتالي سينعكس على التنمية المستدامة بالتأكيد من خلال رصد هذه البيانات. نعم، والعمل والبناء عليها بالتأكيد. هذا يعطي مؤشرا قويا على قوة التخطيط وواقعيته وضمان نجاحه، والاستناد على معلومات وبيانات أساسية 100%، ومبني على أدلة علمية وواقعية مبنية على أسس علمية، وهذا ما سينعكس على التنمية المستدامة. نعم، لفلسطين أكثر ازدهارا إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد العمري، مدير عام التخطيط والتطوير في جهاز الإحصاء المركزي. شكرا جزيلا لك. والشكر.